هذا الأطوم عروس البحر. شوفوا هذا هو، هذا موجود عندنا بالخليج العربي، يتغذى على النباتات البحرية، تمام؟ موجود عندنا بالبحار. شوفوا شكله يا جماعة، هذا لونه ضخم نفس الفقمة. هذا موجود عندنا بالبحر يعني؟ إيه هذا هو. شوفوا الأطوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم نتكلم عن حيوان بحري يسمى بالأطوم. طبعا هذا الحيوان يتواجد في الخليج العربي بكثرة والبحر الأحمر قليل، طبعا مهدد بالانقراض. طوله 4 متر، وزنه 400 كيلوغرام، لونه بالأعلى بني رمادي غامق، بالأسفل رمادي فاتح. طبعا يوجد شعيرات بسيطة في الأسفل على أساس تساعده على هضم وأيضا جمع الأعشاب من خلال أيضا زعانف الأمامية. سموها الصيادين بعروس البحر بسبب أن لها ثدي في تحت الزعانف الأمامية، وأيضا يتميز في فتحة يتنفس منها بالأعلى خلال 3 دقائق. طبعا هذا يتواجد في المياه الضحلة، يتواجد في المياه الضحلة، لذلك هو عرضة للمراوح حقة السفن تقتله، وأيضا شباك الصيد. الأطوم يعيش بين أكثر شيء وخاصة بين قطر والسعودية، عند راس أبو قميص. طبعا خجول جدا، وأول ما يسمع صوت سفينة كذا يهرب، ما يحب الضوضاء مرة، فهو مهدد بالانقراض. يسمونه أيضا بقر البحر، ويسمونه الأطوم، ويسمى عروس البحر. يا أما البحارة سووا مع قصص عن عروس البحر، بعضهم خلاها كأنها جنية وتخرع، وبعضهم خلاها جميلة من أفضل ما يكون. لكن هو الحقيقة، هو شو الحقيقة؟ هو في الأطوم هو ما يسمى عروس البحر، عروس الرمال المه. تتغذى على الكثير من الأعشاب هي والأطوم، الأعشاب البحرية، فيجب الاهتمام بالشعب المرجانية والشعاب المرجانية والنباتات البحرية. مثل ما نزرع في البرية نزرع أيضا في البحار، على أساس في حيوانات
تقتات منها وزواحف وأيضا أسماك بالبر وأيضا في البحر. النبتة هي أهم عنصر، هناك في توازن بيئي، أرجو أن لا نخل في هذا التوازن البيئي، لا نريد أي نوع بالبحر ولا البرية نقول عنه كلمة انقرض، كلمة قاسية، لكن جهودكم أنتم سوف نبقي هذه الكائنات على قيد الحياة ونستمتع في الغوص معها وأيضا نستمتع في مشاهداتها بالبرية. شكرا لكم. البيئة عندنا فيها تنوع كبير من الحيوانات، دجاج الوادي، دجاج الحبشي موجود في جازان، الضبع المخطط، أيضا لا ننسى الأطوم أو ما يسمى في عروس البحر أو بقر البحر، هو موضوعنا اليوم مهم جدا. أيضا هناك في طائر الحبارة، هذا الخرب قاعد يرقص رقصة معينة، وأيضا الحبارة من التراث العرب. البيئة البحرية والبرية مهمة، أهم شيء نشر الوعي. ممكن تصيد آخر طائر موجود عندنا في جزيرة العرب ولا تدري أنه آخر طائر وبعدها ينقرض ويختفي. أيضا البيئة البحرية مهمة، بالذات نشر النباتات البحرية اللي تتغذى عليها. في حيوان مخلوق كان هو مزلب، يعني مهمش، ما حد يعطيه وجه، المسكين ينفخ صدره ولا ما ينفخ صدره، ما حد يعطيه وجه، الآن من حقه أنه ينفخ صدره. منه الضب من حقك تنفخ صدرك، كان يعني يصطاد بكميات ضخمة جدا، الآن عليه غرامة قوية لمن يصطاده بالذات بالمحميات. من حقك الآن ترفع صدرك، بس عطنا وجه يا أخي، الله يهو متكبر. ما ودنا نسمع كلمة انقرض. غزال العفري السعودي مع السلامة راح اختفى، فصيلة تختلف عن الغزلان الأخرى اللي موجودة في الجزائر وفي السودان، هي قريبة للعفري السعودي ولكنها تختلف، صنف علميا بأنه نوع مستقل الآن انقرض، لا يوجد إلا جلد واحد ببريطانيا، ربما يكون موجود لكن أين. أعلنت الحياة الفطرية انقراضه عام 2008. طيب الوعل من الحيوانات الآن المهددة بالانقراض، ممكن يختفي ملك الجبال، اختفت أيضا النعامة العربية التي كانت واسعة انتشار في أرض الجزيرة العربية، هل خطر الانقراض ينتظر أيضا حيوانات أخرى؟